245 مليار جنيه حجم التشابكات المالية بحسب لجنة الخطط والموازنة بمجلس النواب في فبراير 2018. 200 مليار جنيه حجم التشابكات المالية بحسب ممتاز السعيد وزير المالية الأسبق في أكتوبر 2015. 24 مليار جنيه حجم التشابكات المالية في 6 أشهر فقط بحسب عمرو الجرحي وزير المالية في يناير 2017. 40 مليار جنيه ديون بنك الاستثمار القومي لدى وزارة الكهرباء. 30 مليار جنيه ديون بنك الاستثمار القومي لدى هيئة البريد. 22 مليار جنيه ديون بنك الاستثمار القومي لدى اتحاد الإذاعة والتلفزيون ماسبيرو. 22 مليار جنيه ديون بنك الاستثمار القومي لدى الهيئة القومية للسكك حديد مصر. 70 مليار جنيه ديون هيئة التأمينات الاجتماعية لدى بنك الاستثمار القومي.